السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. اليوم غادي تشوفوا طريقة جديدة في تقديم لحم رولي محشي بالخضر، وتقدروا في مكان الخضر وضع فقط الجبن. استعملت لحم دجاج ولحم بقر، وتقدروا تستعملوا نوعية واحدة نتاع لحم. وراني قدمت لكم من قبل وصفة اللحم على شكل طبقات اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة. سأضع لكم الرابط نتاعه في آخر الفيديو وتحت الفيديو. سنمر مباشرة إلى كيفية الإعداد. بسم الله. بالنسبة لتتبيلة اللحم المفروم، استعملت 500 غرام لحم مفروم. هنايا الملح ربع ملعقة صغيرة، فلفل أسود ربع ملعقة صغيرة. تقدروا تزيدوا أو تنقصوا على حسب الذوق. هنايا فلق تاع ثوم قطعة مبشورة. هنايا الخبز وضعته في الماء وخليته يتنفخ مليح، من بعد عصرته وضعته ايضا مع المكونات. وهذا معدنوس مقطع قطع صغيره، وهنايا بصل مبشور ملعقه كبيره، تقدروا توضعوا تنين. وايضا تقدروا توضعوا الطماطم تعطي بنه مليحه في اللحم ويجيكم مطري. هنايا غادي نخلطوا مليح المكونات، من بعد تقدروا تضيفوا لهم الرز يكون مسلوق يعني طايب، ونزيد ايضا الحبه تاع البيض. وغادي نزيدو نخلطوهم مليح، يعني نفس الوصفه اللي عملتها في الوصفه تاع اللحم بالطبقات. هنا راه مخلط مليح، غادي نخليه على جهه ونروحو نحضرو اللحم تاع الدجاج المفروم. نحتاج الى 500 غرام لحم دجاج مفروم، الملح ربع ملعقه صغيره، فلفل اسود ربع ملعقه صغيره، كركم، فلفل احمر. هنايا استعملت معدنوس مجفف، تقدروا تستعملوا المعدنوس الطازج والكميه على حسب ذوقكم. واستعملت ايضا الثوم المبشور. غادي نخلطوهم جيدا، تقدروا تستعملوا اي تتبيله نتوما ناجحين فيها. هنا غادي نخلطوهم جيدا، من بعد زدت لهم كريمه الطهي. الى ما عندكمش تقدروا تعملوا الياغورت الطبيعي ملعقه كبيره، وهنا ملعقه كبيره تاع عصير ليمون. وغادي نخلطوهم مليح حتى نشوفوا المكونات تجانسوا. وكما قلت لكم تقدروا تستعملوا تتبيله على حسب الذوق نتاعكم. والان سنمر الى المكونات الاخرى اللي استعملتهم. هنايا كما راكم تلاحظوا اللحم المفروم اللي حضرناه، وهذا اللحم الدجاج ايضا اللي حضرناه. وهنايا الخضار هي على حسب ذوقكم. انا استعملت فقط جلبانه والجزر، طيبتهم مليح وضعت لهم الملح والفلفل الاسود، وزدت لهم ايضا الجبن تاع الطليب. وهنايا غادي نخلطوهم هكا، تمرسوهم مليح باش يتجانسوا مليح. الا ما تحبوش الخضار تقدروا وضع فقط الجبن. هنايا التركيب وضعته في القالب نتاع موسكوتشو. كما راكم تلاحظوا اي قالب راه عندكم، ومدى بكم ما لازمش يكون يلصق. هنا دهنته مليح بالزيت باش ما يلصقليش. من بعد غادي نوضعوا اللحم تاع الدجاج. وهنا اختياري، ماشي مشروط توضعوا الدجاج الاول ومن بعد تاع البقر، يعني كيما تحبوا. وايضا الى ما بغيتوش تخلطوا اللحوم تقدروا تستعملوا نوعيه واحده. هنايا وضعته في القالب، وغادي نوزعوه مليح على جميع هذاك القطر، يعني تمشوه هكاك باليد حتى يملأ القالب نتاعكم. يعني هذه طريقة جديدة، إلا ما كانش يصلح لكم لحم رولي ولا كان يتفتت لكم، هذه الطريقة غادي تساعدكم كثيرا وسهلة، وأيضا ما تطلبش الكثير من الوقت. من بعد هنايا غادي نفتح شوية في الوسط باش نقدر نوضع هذيك الخضر، وحاذروا باش الخضر ما تمش الجوانب تاع القالب باش ما تلصق لكمش، وضعوها فقط في الوسط. من بعد هاد الخضار غادي نغلقوا عليها بالطبقه الثانيه نتاع اللحم. واستعملت لحم تاع بقر كما لاحظتوا. من بعد ناخذ اللحم المفروم نتاع البقر وغادي نوضعوه فوق الخضره ونغلقوا عليها مليح. وهذه الوصفه صالحة كثيرا للضيوف وأيضا لشهر رمضان المبارك. وهذه الكمية عطاتني 12 حصة، يعني كمية كبيرة. إذا كنتوا عائلة صغيرة تقدروا
توضعوا قالب صغير تاع موسكوتشو. وهنايا راني كملت، جبت بلاطو اخر ووضعت فيه هذا القالب باش من بعد تسهل عليا الحمل نتاعها باش ما تنحرقوش. وهنايا غطيته بورق الطهي، وتقدروا تاني تغطوه بالبابي الومنيوم فوق ورق الطهي. انا ما كاش عندي حاضر اليوم، غطيته فقط بهذا الغطاء، اي غطاء يكون عندكم. من بعد غادي نسخنوا الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ما يعادل 400 درجة فرنهايت، ونوضعوا البلاطو نتاعنا في وسط الفرن، وغادي نخلوه حتى تشوفوا باللي اللحم تاعكم طاب. باش تتاكدوا دخلوا السكين في الوسط، الا ما شفتوش هذاك السائل الاحمر يعني يخرج سائل هكاك شفاف، تعرفوا باللي اللحم تاعكم طاب. وهنايا غادي الان نعاودوا ندخلوه للفرن باش يزيد يتحمر لنا اكثر وهذاك السائل يدوب. وما تنسوش في المرحله الثانيه من تعاودوا تدخلوه للفرن، نحوا له هذاك الغطاء باش يتحمر لكم مليح. كما راكم تلاحظوا راه تحمر لنا مليح، والان نزعت له جميع هذاك الزيت اللي كان في القالب، وهذاك الزيت ما ترميوهش، غادي من بعد نحضروا به الروز. يعني هذا الزيت تقدروا تحتفظوا به في علبه وتوضعوه في الثلاجه. وهنايا ديموليت اللحم الرولي تاعي وتنزع لي بسهوله، فقط في الاول كان جاني شويه ساخن. وهنايا كما راكم تلاحظوا تقدروا توضعوا الجبن من الفوق ما دامه ساخن، يعني من يكون ساخن وتوضعوا فوقه الجبن غادي يذوب لكم بسهوله. وتقدروا ما توضعوش الجبن، يعني هذه المرحله اختياريه، فقط يعطي نظره مليحه للحم رولي. من بعد هذا اللحم رولي قدمته بوصفتين، الاولى بالبطاطا مقليه والثانيه بالروز، يعني لكم الاختيار. ان احنا ما استهلكناش في نفس اليوم، نصه اليوم الاول والنص الثاني وضعته في علبه في الثلاجه، وغدوه عاود خرجته وسخنته وعملت به وصفه اخرى. كما راكم تلاحظوا شوفوا كيفاش يجي الطبقات باينين، كاين طبقه تاع اللحم الاحمر المفروم والخضار، من بعد طبقه دجاج المفروم. والان سنمر في تحضير الطبق الاول اللي حضرته بالبطاطا. هنايا البطاطا نحيت لها القشره وقطعتها الى مكعبات وقليتها عادي، هنا ما درت لهاش توابل، درت لها فقط الملح، لان كما لاحظتوا اللحم راه فيه بزاف توابل ما بغيتش نكثر. هنا تحمروها عادي كما نقولوا لي فخيت، وتكملوا بنفس الطريقه في قلي جميع البطاطا نتاعكم. بالنسبه للتقديم وضعت اللحم الرولي على شكل شرائح، ودرت بيناتهم البطاطا اللي قليتها وهذيك السلطه والمايونيز من الفوق هكاك تزينوا بها، وشهية طيبه، يعني طبق يناسب كثيرا شهر رمضان المبارك او يكون عندكم ضيوف او في اي مناسبه اخرى. بالنسبه للطريقه الثانيه كيفاش قدمته، هذا هو هذاك الزيت اللي نحيته وضعته في علبه وخليته في الثلاجه، والغدوه جبدته وضعته في المقلاه، يعني ما اضفتش زيت. وهنايا الثوم المبشور باش يتقلى فيه هذاك الزيت، وخليتهم يتقلاو قليلا. من بعد اضفت لهم الطماطم، والطماطم اما تكون مبشوره او تطحنوها في هذه الطاحونه تساعدكم كثيرا في العمل. وهنايا وضعت كوب نتاع روز، هذا الكوب يزن 250 ملل ماء، وشللته عده مرات حتى هذاك لاميدون او النشا كاع ما يكونش كاين، يعني حتى تشوفوا الماء راه صافي. من بعد هنايا زدت الطماطم، زدتها للثوم اللي كان يتقلى، من بعد زدت هذاك الروز اللي شللته مليح وايضا قطرته، غادي نخليهم يتقلاو مليح. كي تشلوا الروز كثيرا من بعد من يطيب لكم ما يتلصق لكمش، لان هذاك النشا من يكون فيه هو اللي يلصق لكم الحبيبات. من بعد زدت التوابل، زدت هنايا الثوم المجفف، البصل المجفف، ورقه تاع رند، كركم، يعني التوابل اللي نتوما تبغوها تقدروا ديروها. وانا كيما لاحظتوا دائما التوابل ما نكثرش بزاف، لان ولادي ما يبغوهمش، دائما وضع فقط كميه قليله، نتوما تقدروا تضاعفوا. وضعت ايضا الفلفل الاسود والملح على حساب الذوق، لان هذاك الزيت اللي نحيناه كان فيه شويه ملح، يعني من بعد ذوقوا اذا كان خاص زيدوا. بعد هنا غادي نخلوه يتقلى قليلا، وراني موجده الماء، الماء غادي نوضعه فقط في الاول 2 كوب ماء يكون ساخن،
من بعد خلوه هذاك الكوب الثالث، شوفوه الى احتاجيتوه على حسب النوعيه تاع الروز، لان الروز كل ما كثرتوا له الماء كل ما زاد شربه وكل ما زاد تنفخ لكم، وايضا يفقد الشكل نتاعه. يعني في الاول وضعت فقط كوبين يكونوا ساخنين، من بعد كوبين يعني 500 مليلتر نص لتر، من بعد خليت كوب واحد فوق النار نشوف الى احتاجيته. الا شفت الروز امتص جميع هذاك الماء ومازال ما طابش، نقدر نولي نزيد غير بكميه قليله حتى نشوفه طابلي ونحبس. ومادا بيكم الروز دائما من تطيبوه ديروه في طاجين يكون عريض، باش من بعد السمك نتاع الروز ما يكونش كبير، وملي كي يكون السمك كبير هكا الروز تاني يتعجن لكم. وفي الاخير خليته على نار هاديه باش يزيد يطيب لنا مليح، وما نضيفلهش الماء باش ما يفقدش الشكل نتاعه. وهذا هو الشكل النهائي نتاعه في طبق التقديم. كما راكم تلاحظوا هنايا الحبيبات ما فقدوش الشكل نتاعهم وراهم طايبين، وشهية طيبه. وصلنا الى نهايه الوصفه نتاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.